العالم الحر، هكذا يصف قادة الغرب دولهم، غير أن للحرية هناك خطا أحمر لا يمس، على الأقل من منظور المؤسسات الرسمية. إنه إسرائيل والتنديد بجرائمها، وتجاوز هذا الخط ثمنه ملاحقة وقمع مما يمارس في الدول غير الديمقراطية والذي طالما ندد به الغرب. هذا ما شاهدناه وشاهده العالم في عواصم غربية عدة في مواجهة مظاهرات تنادي بالحرية لفلسطين وترفض الإبادة لشعبها في غزة. وفي العالم الحر أيضا، حيث يجب أن تقدس حرية التعبير والحرية الأكاديمية اللازمتان لإنتاج العلم والمعرفة، يخيم الخوف على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ويمارس أغلبية الأساتذة رقابة ذاتية عندما يتحدثون باحترافية عن الشأن الفلسطيني الإسرائيلي وفق استطلاع نعرض تفاصيله في قصتنا الليلة. ويخشى الطلاب من فقدان فرص العمل ومحاكم التفتيش الإلكترونية على الفضاء الافتراضي، حيث يطاردون لأفكارهم ومواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية، وتنشر ملفاتهم ومواقفهم، ويوصمون زورا وتلفيقا بمعاداة السامية. وتلك وحدها تهمة كفيلة بإخراجهم من سجلات هذه الجامعات وملاحقتهم قضائيا. هذا ما يشرحه في قصتنا آسا وينستانلي، الصحفي الاستقصائي ومؤلف كتاب تسليح معاداة السامية، والبروفيسور ديفيد ميلر، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول البريطانية، الذي تعرض للفصل من وظيفته بسبب آرائه وأبحاثه المناهضة للصهيونية. وبالمثل تعرضت الدكتورة رباب عبد الهادي، الأستاذة في جامعة ولاية سان فرانسيسكو، لملاحقات وتهديدات من مناصري إسرائيل. وجب التنويه أننا بدأنا في إعداد هذا الفيلم وهذه الحلقة قبل الحرب على غزة، فالقمع الأكاديمي ضد الصوت الداعم للقضية الفلسطينية ضاربة جذوره في الجامعات الغربية منذ أمد، غير أن الموضوع أخذ أبعاداً أكبر وتغطية أوسع بعد الحرب على غزة، وتمكن العالم من متابعة فصوله بشكل جلي. القمع الأكاديمي الذي مورس بكل وحشية وبغطاء سياسي وقضائي في أحيان كثيرة، نعرض منه نماذج وأخرى لحالات متكررة في جامعات غربية عدة، كما نعرض ردود الفعل الغاضبة والمحرضة من إسرائيل ومؤسسات الدولة الأمريكية على المظاهرات الرافضة للحرب في جامعة كولومبيا وغيرها. ويبدو أن الخط موصول من الغرب إلى الأراضي الفلسطينية، حيث تفرض قيود مشددة على الأكاديميين الراغبين في التدريس في الجامعات الفلسطينية. بقية هذه القصة نستكملها مع ضيوفنا، الدكتورة ميلاني ماك أليستر، رئيسة قسم الدراسات الأمريكية في جامعة جورج واشنطن، والدكتور ضرغام سيف، المحاضر والباحث في القانون الدولي في جامعة القدس، وهويدا عراف، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان. نسأل ضيوفا عن أبعاد الحراك الأكاديمي المناصر لفلسطين في الجامعات الأمريكية والاستنفار الحكومي في مواجهته، وتأثيراته بعيدة المدى على الوعي الغربي والأمريكي بحقيقة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وعن أنماط القمع الإسرائيلي للأكاديميين الفلسطينيين محليا ودوليا وسبل مواجهته. لكن ما رأيكم بداية مشاهدينا أن نتابع قصة القمع الأكاديمي للصوت الفلسطيني، وبعدها نبدأ الحوار. شهدت السنوات الأخيرة جدلاً حول حرية التعبير والحرية الأكاديمية الممنوحة للطلاب والأساتذة الجامعيين المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني. ومع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر 2023، شهدت العديد من الجامعات حالات فصل وتوقيف للطلاب والأساتذة بتهم الإرهاب وتأييد حماس. وهو ما حذر منه تقرير صدر قبل هذه الأحداث بشهر من مركز الدعم القانوني الأوروبي والجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط حول حرية التعبير والحرية الأكاديمية. واستند التقرير إلى تحليل 40 حالة في 14 جامعة بريطانية. ويوضح التقرير أنه تم ملاحقة الأساتذة الجامعيين والطلاب بادعاءات كاذبة بمعاداة السامية، مما ساهم في ملاحقتهم وفصل بعضهم عن العمل، وأثر ذلك بشكل سلبي على الحرية الأكاديمية، وخلق جواً من الخوف لديهم من الملاحقات القانونية المكلفة، وجعلهم معرضين للرقابة الذاتية خوفاً على مستقبلهم المهني. البروفيسور ديفيد ميلر، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة بريستول البريطانية،
يصف لنا الضغوطات التي تعرض لها من قبل مناصري إسرائيل نتيجة لآرائه وأبحاثه المناهضة للصهيونية. في فبراير 2019 قمت بإلقاء محاضرة حول التأثيرات السلبية لمراكز القوى على الإسلاموفوبيا، والنظرية التي قدمتها كانت ما أطلقت عليه ركائز الإسلاموفوبيا الخمس، وأن الركيزة الخامسة هي جزء من الحركة الصهيونية، وتحدثت فيها لثلاث أو أربع دقائق، الأمر الذي أدى لتقديم شكوى إلى الجامعة، وأعلمتني الجامعة بأنه لا يوجد بحقي أي قضية يتوجب الرد عليها، ولم توجه لي أي توصيات بتغيير السلوك. Change my conduct. Some of you will know I've been attacked and complained about by the head of the Bristol JSOC, the Jewish Society, along with the president of the Union of Jewish Students. 6 weeks after the report. بعد ستة أسابيع من تقديم التقرير شاركت في اجتماع عام عبر زوم مع منظمة LAW للحديث عن الأكاديميين المناصرين لفلسطين. ما قلته بالحرف الواحد: قد أصبح بعضكم على دراية بأنني تعرضت للهجوم، وأنه تم تقديم شكاوى ضدي من قبل رئيس جمعية بريستول اليهودية ورئيس اتحاد الطلاب اليهود، وكلاهما منظمتان صهيونيتان سابقتان. هذا كان ما قلته، وهو ما أدى إلى احتجاجات هائلة بادعاء أنني بطريقة ما أوقعت ضرراً بالطلاب، وأن كلماتي أدت إلى إساءة للطلاب اليهود في الجامعة. على مر السنين، كلما تعرضت فلسطين لهجمات متعاقبة خاصة في غزة، كانت هناك محاولات من قادة الطلاب مثلي لدفع اتحاد الطلاب لإصدار بيان تضامني مع الطلاب الفلسطينيين أو لإدانة الاعتداءات والعنف أو انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. لقد واجهنا في بعض الأحيان رفضاً صريحاً، وأحياناً أخرى كان هنالك مراوغة في إصدار البيان. ففي عام 2021 تعرضت غزة لهجوم، الذي سبق الهجوم الحالي والذي تم فيه ارتكاب مجزرة إبادة. بعد أشهر من الاحتجاجات لإصدار بيان حول فلسطين، لم يتم إصدار أي بيان على الإطلاق، وأخبرنا أنه لا يتماشى مع قوانين لجنة الأعمال الخيرية، ولا مع اللوائح، ولا مع النصائح القانونية التي تلقاها اتحاد الطلاب. أعتقد أنه هناك حالات ربما أساء فيها الناس فهم معنى حرية التعبير، فقد ظنوا أن ذلك يعني أنهم يمكنهم قول أي شيء. ما حدث هو أن بعض هؤلاء الأفراد عبروا عن دعمهم لحماس بما يتجاوز الحدود، ودعوا إلى الإبادة الجماعية وتدمير دولة إسرائيل أو ما شابه ذلك، وباعتقادي هذا ربما فيه تجاوز للحدود، ولهذا السبب تم اتخاذ هذا الإجراء. يشير البروفيسور ميلر تعرضه لحملات إعلامية وضغوطات مورست على جامعة بريستول مطالبة بإقالته. كان هناك طوفان هائل من التغطية الصحفية، ونتيجة لذلك وجه أكثر من 100 عضو من مجلس اللوردات ونواب البرلمان رسالة إلى الجامعة مطالبين بطردي. وقالت بعض وكالات التمويل التي تمول الجامعة بأنها ستسحب تمويلها ما لم يتم طردي، كما هددت بعض المنظمات الصهيونية باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجامعة، وضغطت جهات أخرى على الجامعة من خلال رسائل وتصريحات وبيانات عامة، وعلى إثر ذلك تم فصلي من الجامعة. بعد معركة خاضها البروفيسور ديفيد ميلر على مدار 5 أعوام، صدر قرار من محكمة العمل البريطانية في فبراير عام 2024 بأن قرار فصله جاء بشكل غير عادل وغير مشروع، وأنه تعرض للتمييز من الجامعة. وفي محاولتنا للتواصل مع جامعة بريستول، رفضوا إجراء لقاء معنا، وأحالونا لبيانهم الصادر والذي نص على أنهم يعترفون بقرار المحكمة، ولكنهم يشعرون بخيبة الأمل للنتائج التي توصلت إليها، وأنهم يراجعون حكم المحكمة بعناية، ولن يكون من المناسب التعليق أكثر. ليس في المملكة المتحدة فقط، بل في الولايات المتحدة أيضاً. مثلاً تتمتع الولايات المتحدة بتاريخ أطول من هذه الأنواع من التكتيكات الصهيونية، وقد تعلمت من المؤسسات في الولايات المتحدة. بحسب استطلاع أجري في ديسمبر 2023 من قبل مشروع بعنوان الباحث في الشرق الأوسط في جامعة ميريلاند وجامعة جورج واشنطن، أظهر أن 82% من المشاركين في الاستطلاع المقيمين في الولايات المتحدة، بما في ذلك 98% من الأساتذة المساعدين، قالوا إنهم يمارسون الرقابة الذاتية عندما يتحدثون باحترافية عن الشأن الإسرائيلي الفلسطيني،
منهم 81% أحجموا عن انتقاد إسرائيل. ويصف أحد الأساتذة الوضع بالقول: لقد كان كابوساً كاملاً، لا يوجد أي إحساس بالحرية الأكاديمية، والإدارة لم تفعل شيئاً لدعم الطلاب الفلسطينيين والعرب والمسلمين. الدكتورة رباب عبد الهادي، أستاذة دراسات الجاليات العربية والمسلمة في المهجر في جامعة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضت لملاحقات قضائية من قبل مناصري إسرائيل عام 2017 بعد احتجاج طلابها على زيارة الرئيس السابق لبلدية القدس المحتلة نير بركات إلى الجامعة. اللي هو معروف مش بس بيمينيته وبعنصريته، وإنه كان بيحمل رشاش وبطالب بقتل العرب. فالجامعة استضافته من خلال الطلاب الصهاينة والمؤسسات الصهيونية، وقامت مجموعة كبيرة من الطلاب من كل الأشكال ومن كل الأنواع والخلفيات احتجوا عليها. فالجامعة تهمتني إنه أنا ما قمت بالتوصية وتدريب الطلاب إنهم هم ما يقوموا بهذا العمل. طبعاً اللي صار إنه هاي قضية بالمحاكم الفيدرالية رفعوها علينا، استخدموا الشركات القانونية اللي فيها 1000 محامي، وبعد 18 شهر فعلاً ربحنا وانتصرنا، والقاضي رفض القضية الصهيونية، واللي زي ما بقولوا بالإنجليزي dismissed with prejudice، يعني رفض وممنوع عليهم يرجعوا يرفعوها من أول لأبو جديد. تشير الدكتورة رباب عبد الهادي إلى تعرضها للعديد من المضايقات وتلقيها العديد من الرسائل التي وصلت حد التهديد بالقتل منذ إنشائها لبرنامجها الأكاديمي عام 2013. مثلاً في 2016 حاولوا حملة كبيرة، طالبوا الجامعة إنها ترفض وتلغي اتفاقية التعاون اللي قمنا بعقدها مع جامعة النجاح الوطنية بفلسطين، واعتبروا إنه جامعة النجاح جامعة إرهابية، واعتبروا إنه أنا من الأساتذة اللي بشجع الإرهاب. هذا كمان فشل. من إحدى المضايقات كمان اللي صدرت مجموعة 4 مرات بوسترات ملصقات زي الملصقات اللي كانوا يصدروها أيام العبودية في أمريكا، يقولوا wanted، مطلوبين يعني للعدالة، وعرضوها بكل الجامعة. كمان برضو أجاني رسائل بالتهديد، بما فيها رسائل بالتهديد بالقتل. This week, the heads of 3 of the most prominent universities in America absolutely unable to just condemn calls for genocide against the Jewish people. Surprising because it's decades of. في 7 من نوفمبر عام 2023 وجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ رسالة إلى رؤساء الجامعات والكليات في أمريكا، يطالبهم باتخاذ مواقف متشددة ضد منتقدي الحرب الإسرائيلية على غزة، معترضا على حملهم لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. لكن هذا التدخل الذي وصف بغير العادي من الرئيس الإسرائيلي والضغط الممارس من الجامعات على الأساتذة والطلبة لم يمنعهم من التظاهر. في البداية شنت حملات تحريضية ضد الطلاب لانتقادهم وحشية الجرائم الإسرائيلية في القطاع، واتهموا بالإرهاب وبأنهم مؤيدين لحماس. Harvard's leading anti-Semite. At Harvard, 30 student organizations. There's 34 Harvard University student groups. Two billionaires are pulling their funding for the Kennedy School. To blacklist the Harvard students who has agreed to step down. The other two, the presidents of Harvard and MIT, also under pressure this morning. استمر الضغط هذه المرة على رؤساء الجامعات، فتم استدعاء بعضهم للمثول أمام الكونغرس، والذي دفعهم لاحقاً للاستقالة. وفي أبريل 2024 دعا الطلبة للاعتصام في جامعة كولومبيا، مطالبين بقطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية والشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي ووقف الحرب، حيث نصب مجموعة من الطلاب خيامهم في ساحة جامعة كولومبيا الأمريكية، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالبة رؤساء الجامعات بوقفه. What's happening on America's college campuses is horrific. Anti-Semitic mobs have taken over leading universities. صارعت رئيسة جامعة كولومبيا باستدعاء شرطة نيويورك لفض الاعتصام بخطوة غير معتادة،
فاعتقل العشرات من الطلبة لتمتد شرارة هذه الاعتصامات لمختلف الجامعات الأمريكية، مما تسبب باعتقال مئات الطلبة وعدد من الأساتذة، وبدأت الجامعات بتعليق دراسة بعض الطلاب المشاركين في الاعتصامات. لا، هي مش حالة فردية، هذا جزء لا يتجزأ من الحملة الممنهجة للوبي الصهيوني والمؤسسات الصهيونية وترابطها مع إسرائيل، وترابطها على فكرة مع المؤسسات العنصرية الأمريكية. مثلا الكناري ميشن هو أسسوها هاي المؤسسة للتشهير والتزييف، وثلاث أرباع الأشياء اللي موجودة عندهم أصلا كاذبة. يتم نشر صور هؤلاء الطلاب، وعندما تظهر صورهم على الإنترنت يتم تقديمهم على أنهم معادون للسامية. الفكرة هي أنه عندما تقوم جهة عمل محتملة بالبحث عبر الإنترنت عن اسمهم يكون هذا هو أول ما تراه، فتصاب بالخوف قائلة لا شكرا مقدما، ولكن ذلك يظهر مستوى الخوف الذين يحاولون تصنيعه. لذا يعيش الأكاديميون في خوف من فقدان وظائفهم، والطلاب من فقدان الفرص الوظيفية. اطلعت على تقرير من جامعة سواس يفيد ببدئهم إيقاف الطلاب المشاركين في تظاهرة تضامنية مع فلسطين في الحرم الجامعي عن الدراسة، ببساطة لهتافهم الحرية لفلسطين. العديد من الأشخاص الذين طالتهم هذه الحملات لن يتحدثوا عنها لأنهم يشعرون بالخوف، أو لأنه طلب منهم التكتم على الأمر، أو لأنهم لا يريدون أن يشعروا بمزيد من القلق أو يتعرضوا لضغط نفسي. هناك العديد من الحالات، ولكن لم يخرج منها إلى العلن سوى القليل. أسمع عنهم لأنني بالطبع خضت تلك التجربة. في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل ومؤيديها ضغوطاً على الجامعات في الخارج، فإن إسرائيل تقوم بإجراءات تعسفية ضد الأكاديميين الراغبين بالتدريس في فلسطين، فقيدت دخولهم ومنحهم التصاريح اللازمة للعمل داخل الجامعات الفلسطينية. البروفيسور روجر هيكوك قدم مع عائلته إلى فلسطين عام 1983 لتقديم الدعم للفلسطينيين كناشط دولي مع زوجته وأبنائه، وسرعان ما استقر فيها بعد أن عمل كأستاذ للتاريخ في جامعة بيرزيت في رام الله. في السنوات القليلة الأولى كان علينا مغادرة البلاد كل 3 أشهر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج البلاد ثم العودة. في بعض الأحيان كنا نحصل على تصريح عمل كأستاذ لمادة التاريخ صالح لمدة عام واحد أو ل6 أشهر، ويجب علينا تجديده، وأحياناً لا يتم ذلك، وإن لم يتم تجديده علينا المغادرة والعودة مجدداً. أبقت السلطات الإسرائيلية مسألة إجراءات الدخول والإقامة غير واضحة بالاستناد لوثيقة من 3 صفحات صدرت عام 2006 ووضعتها تحت قيادة الحاكم العسكري الإسرائيلي، وبقي الأكاديميون والطلاب الدوليون يواجهون عقبات وقيود، بما في ذلك الحرمان من الدخول إلى الضفة الغربية والتأخير في معالجة طلبات تمديد التأشيرة ورفض تمديد بعضها. في عام 2004 تم رفض دخولي، وبعدها رضخت حكومة إسرائيل وسمحت لي بالعودة، وكان ذلك لمرة واحدة. ربما كنت أول أو من أوائل من مروا بهذا، ولكن بعد ذلك أصبح الأمر منهجياً. في ذلك الوقت في أواخر عامي 2010 و2012 كنت عضواً في مجلس إدارة جامعة بيرزيت. خلال شهر واحد فقدنا 32 مدرساً أجنبياً من أصل 64 بسبب سحب تأشيراتهم من قبل الجيش الإسرائيلي. بعد بضع سنوات من ذلك تم رفض دخول زوجتي عند عودتها من مؤتمر، وهنا أيضاً كان علينا اللجوء إلى المحامي، وأخيراً تمكنت من العودة واستمرت هذه الحالة. ولكن كان من الصعب جداً تجديد تصاريح العمل والبقاء. وأخيراً على الرغم من أنه كان لدينا تصريح عمل في عام 2018 إلا أنهم أعطونا 2 أسبوع فقط لمغادرة البلاد. وهذه القيود لها أشكال مختلفة. أولاً هناك كوتات، يعني كميات محددة. ثانياً الاحتلال من خلال هذا القرار يقرر من هي التخصصات التي يسمح باستقدام خبراء للمشاركة فيها والتخصصات التي لا يسمح. ثانياً على كل شخص أن يقدم طلب
لسفارة إسرائيل في بلده، وهذه السفارة هي التي تجري التدقيق بين قوسين الأمني وتقرر ما إذا كان سوف يسمح لهذا الشخص بالدخول أو أم لا. بالتأكيد تسببت القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على نظام التعليم العالي في إلحاق ضرر بجودة التعليم في فلسطين. عندما وصلت لأول مرة قبل 30 عاما، أعتقد أنه كان هنالك حوالي 5 أو 6 جامعات. اليوم في عام 2023 هنالك حوالي 16 جامعة في فلسطين، وهذا يشكل عبئا كبيرا على المجتمع، ولكن وجودها كان ضروريا لكي يتمكن الطلاب من الوصول إلى الجامعة دون الحاجة إلى المرور عبر نقاط التفتيش. وبهذا نجد أن لدينا عددا غير كاف من أعضاء هيئة التدريس لخدمة النظام الجامعي بأكمله، مما يعني أن الجامعات بدأت في توظيف خريجيها، ومع مرور الوقت يؤدي هذا إلى انخفاض جودة التعليم. إن الضغوطات التي تمارسها إسرائيل بعلاقاتها والمناصرين لها تضيق الخناق على كل من يخالف روايتها أو ينتقد سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، وذلك بتهديد مستقبلهم المهني والتضييق على حريتهم بالتعبير وحريتهم الأكاديمية. Maar nu dat Israël aan de lopende band oorlogsmisdaden aan het begaan is in Palestina, dan zeggen die, wij willen geen kant kiezen. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام وبضيوفنا من واشنطن الدكتورة ميلاني ماك أليستر، رئيسة قسم الدراسات الأمريكية في جامعة جورج واشنطن ومؤلفة كتاب الوعود ثم العاصفة، ملاحظات حول الذاكرة والاحتجاج وحرب إسرائيل وغزة. ومن الناصرة نرحب بالدكتور ضرغام سيف، المحاضر والباحث في القانون الدولي في جامعة القدس، ومن ميشيغان هويدا عراف، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان. أهلا بضيوفنا الكرام. لعلنا نبدأ معك بروفيسور ماك أليستر، يعني تابعت معنا في قصة الليلة قصة هؤلاء الأساتذة سواء من بريطانيا، من الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنت، وجامعات عديدة، ممن مورس ضدهم هذا القمع الأكاديمي والملاحقات والتهديدات بالفصل وحتى الفصل أيضا من الجامعات. وتابع العالم بعد حرب غزة يعني بصعوبة الصور التي كانت تصل من الجامعات الأمريكية للقمع للمظاهرات السلمية للطلبة، وهو أمر غير مألوف في العالم الحر كما يسمى، وينتقد عادة عندما تحدث مثل هذه الحوادث عندنا في المنطقة. نود أن نفهم ما الذي يفسر ذلك؟ هل الحرية في هذا العالم الحر هي نسبية ولها خطوط حمراء لعل أكبرها إسرائيل عندما يتعلق الأمر بها؟ نعم، شكرا جزيلا لاستضافتي. بالتأكيد أنا أتفق أننا نجد أن هناك تكميم وإخراص للأشخاص الذين لديهم خطابات مناهضة لإسرائيل على مستوى الطلبة وكذلك هيئة التدريس. من غير الاعتيادي أن نرى الطلبة يتم معاقبتهم أو تكميم أفواههم تجاه الاحتجاجات وما يحدث على الأرض. أود أن أقول أنه لابد أن نتذكر، أنا كنت أفكر بهذا الموضوع منذ الثمانينيات من القرن الماضي، قضية فلسطين وإسرائيل. هذه تعتبر من القضايا المهمة التي رأيتها ضمن الطلبة. لم نشهد مثيلا لهذا الدعم الواضح والجلي، هذا التحرك، ليس فقط من قبل الطلبة العرب والفلسطينيين، وإنما كذلك الكثير من الطلبة اليهود، وكذلك طلبة من مناطق مختلفة من كانساس
يتابعون ما يحدث للفلسطينيين ويشعرون بأنهم فعلا يحتاجون أن يتحدثوا. بالتأكيد نحن نرى مستوى من القمع، أعرف الدكتور عبد الهادي، وكذلك محاولات القمع كانت عميقة للغاية. طلبتي تم تعليق اشتراكهم أو متابعتهم للدروس بالجامعة، والكثير من الجامعات الأخرى شهدت نفس الأشياء. المسألة المثيرة للاهتمام أن الطلبة لم يتوقفوا، لا يزالون يصرون على أنهم يودون الحديث من أجل الحقوق الأساسية للفلسطينيين، الفضائع التي يشهدونها عبر الشاشات ضد الناس في غزة. العالم تابع بالفعل شجاعة هؤلاء الطلبة، لكننا نتابع أيضا بأن هذه الاحتجاجات ربما خفت حدتها في الفترة الأخيرة. إلى ماذا يمكن إرجاع ذلك؟ هل قلت عزيمة هؤلاء الطلبة، أم هل نجح الطرف الآخر في التخويف والتهديد ونصب يعني محاكم تفتيش إلكترونية تهدد مستقبلهم المهني أيضا، ربما كان السبب وراء ذلك؟ أصدقك القول أننا في البرنامج يعني كانت لدينا موافقات مبدئية من عدة طلبة من جنسيات مختلفة من ديانات مختلفة للمشاركة في هذه الحلقة، لكنهم إلى آخر لحظة تراجعوا عن ذلك. لم نألف هذا من ضيوف في العالم الغربي. في العالم العربي قد نفهم الضغوط التي تمارس على هذا وذاك، لكن في العالم الغربي هذا شيء غير مألوف. إلى ماذا يؤشر؟ نعم، أعتقد أن الطلبة وهيئة التدريس لديها أسباب وجيهة لتشعر بالخوف كما تحدثتم في الفيديو. أعتقد أن هذا الأمر، هذه ردة الفعل، هي كانت بسبب العقوبات التي فرضت على الكثير من الطلبة السنة الماضية، وواقع الانتخابات كذلك الذي جعل موضوع غزة ربما لا يحظى بالأولوية في الأخبار بالولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أن موضوع غزة وموضوع لبنان يشكلان أولوية في الحقيقة الأمر. نعم، نشهد حالة من التكميم، تكميم الأفواه كبيرة جدا. هناك الكثير من الاتحادات واللجان المعنية بالحرية الأكاديمية انشغلت بهذا الموضوع أكثر من ذي قلب. الكثير من الأشخاص الذين بدأوا يكتبون رسائل هنا وهنا، وبدأوا يتقدمون بدعوة وكذلك يدعون إلى وقف مثل هذه الممارسات. نحن نعلم أن هذه المرحلة هي مرحلة يشعر فيها الأشخاص بالخوف. المسألة تتعلق بأشياء كثيرة، السياسة الموالية إسرائيل وكذلك المانحين، لا تتعلق المسألة فقط بالمنظمات اليهودية. نتحدث كذلك عن اليمين الذي يقوم كذلك بهجمة على الجامعات، القضايا المرتبطة مثلا بالنوع الاجتماعي وغيرها من الأمور الليبرالية. هناك الكثير من الهجوم الذي يجري على الجامعات المختلفة، وهذا جزء من هذا المبعث، مبعث القلق الكبير. المسألة لا تتعلق فقط بالصهيونية، وإنما بهجمة واسعة النطاق على الجامعات ككل. تبقينا معنا بروفيسورة ماكاليستر. أتحول إلى هويدا عراف، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان. هويدا، أنت ولدت لوالدين فلسطينيين، عشت في أمريكا وتربيت فيها وترعرعت فيها، وكنت جزءا أيضا يعني يتابع باهتمام وبنشاط أيضا لهذا الحراك الطلابي. الدكتورة ماكاليستر أشارت في عجالة إلى موضوع الانتخابات. نود أن نعرف منك، أبناء جيلك ممن التقيتيهم وتحدثتم في هذا الموضوع، إلى أي مدى باعتقادك أصواتهم وأصوات الشباب وحتى طلاب الجامعات كان لها ربما تأثير في الخصم من حظوظ الديمقراطية في هذه الانتخابات؟ بالتأكيد من دواعي سروري أن أكون معكم هنا، خصوصا لتداول هذا الموضوع المهم. أود أن أعلق على ما قالته البروفيسور ماكاليستر، وذلك ردا على السؤال الذي طرح عليها، لماذا هذه الاحتجاجات التي تجري في الجامعات لماذا تراجعت؟ أريد أن أشير إلى أن هذه الاحتجاجات بدأت في الربيع، وبعد ذلك جاء فصل الصيف،
وحينها لا يكون هناك الكثير من الطلبة في الحرم الجامعي، وبالتالي هذه الأمور لا تجري صيفا بسبب عدم وجود عدد كبير من الطلبة. الآن نرى أن هناك تغير في شكل الاحتجاجات، وبعض الطلبة في بعض الجامعات يقومون ببعض الاحتجاجات الصامتة، حيث إنهم يذهبون إلى المكتبات وإلى الكثير من الفصول الدراسية على الحواسيب وما إلى ذلك، يلبسون الكوفية، وهنا يواصلون تثقيف مجتمع الجامعات. هذا يعتبر احتجاجا، وكما أشرتم لقد انتهت للتو الانتخابات، حيث إن الطلبة كانوا ناشطين بشكل كبير جدا، ليس بالضرورة مع أهم الحزبين، لكن للتأكد من أن غزة وفلسطين ولبنان يتم العمل من أجل التعبئة بشأنها في هذه الانتخابات التي جرت. نحن نتابع عن كثب ما يجري مع الطلبة. نعم هناك حالات قمع، نعم لقد شهدنا حالات قمع غير مسبوقة، لكن هناك مسألة أخرى شهدناها وكانت ملهمة للغاية حقيقة، أن الطلبة يعرفون أنهم يجازفون بحظوظهم لحصول على فرص العمل، وكذلك يجازفون بمستقبلهم الأكاديمي، لأن بعض الطلبة تم تعليق انضمامهم للجامعة، لا يزالون يرفضون الصمت حيال هذه المواضيع، وهذه من الأمور التي تعتبر حقيقة تجعلني أهنئهم، وكذلك أشير إلى مدى العزيمة والإصرار الموجودة لدى الطلبة حتى لا يتم إسكاتهم في وجه هذا الاضطهاد والقمع الذي يشهدونه. ونحن نشهد ما يجري من إبادة في فلسطين. إذن الطلبة يتقلدون هذه المسؤولية التاريخية ليكونوا في مقدمة التغيير الاجتماعي، وحتى يقوموا برفع أصواتهم، وبالتالي أنا أتابع على الرغم من أن الاحتجاجات تبدو وأنها بدأت تتراجع، لكن هناك تكتيكات مختلفة، والأمر كذلك ينطبق على هيئة التدريس كذلك. هم يقدمون مثالا كبيرا في جامعة ميشيغان الأسبوع الماضي، الجامعة التي تخرجت منها، المجلس الذي يمثل كل هيئة التدريس صوت على أن يقوم بالتعتيم على كل الجهود التي تقوم بها هذه المجالس بالجامعة، لأن هذا الأمر يعود إلى كيفية تعامل الإدارة مع هذه الاحتجاجات المرتبطة بالإبادة في غزة، وهم يتقدمون بتكتيكات مختلفة هؤلاء الطلبة من خلال استخدام أدوات إدارية متاحة لديهم، وهذه لأول مرة، فإن هيئة التدريس قام بعرقلة الجهود التي يقوم بها هذا المجلس، مجلس الجامعة. هو إذا أنت تعرفين حتما أن حرب الرواية يعني هي السائدة، يعني لكل طرف، الطرف الآخر تحديدا يريد فعلا فرض رواية. نتساءل حقيقة ما الذي حققه هذا الحراك فيما يخص حرب الرواية؟ وكنت قد سألتك عن الانتخابات، هل بات جليا ربما مواقف تبلورت لهؤلاء الشباب والحراك أيضا انعكست على هذه الانتخابات أم ليس بالضرورة؟ نود أن نفهم بعد حرب غزة وبعد هذه الاحتجاجات ما الذي حدث، ما الذي تغير فيما يخص هذا الحراك وفرضه كواقع ربما؟ أعتقد أن مسألة السردية هي مسألة مهمة، لأنه لعقود من الزمن هنا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مناطق مختلفة من العالم كان هناك سردية وسردية واحدة بأن إسرائيل ضحية وأن الفلسطينيين إرهابيون، وهذه السردية بدأت تتغير وبشكل تدريجي، وذلك نتيجة للكثير من الجهود التي بذلت عبر السنوات
من خلال بناء التحالفات مع حركات مختلفة. من خلال هذه الإبادة لقد رأينا أن قوى الصهيونية تحاول أن تصعد، يحاولون إيقاف كل الأشخاص الذين ينادون بحقوق الفلسطينيين ويتم وصمهم على أنهم معادين للسامية. المسألة لا تتعلق فقط بما جرى في السنة الماضية. قبل 7 أكتوبر قدمت محاضرة في مدرسة ثانوية وتمت هناك هجمة كبيرة على تلك المحاضرة التي قمت بها وقدمتها. أي حوار، أي شيء يتعلق أو محاضرة يتم تقديمها للحديث عن الضغط وكذلك القمع الذي يتعرض إليه الفلسطينيون يوصم على أنه مناهضة للسامية، وبالتالي هناك قانون يعملون عليه لتهم تتعلق بمعاداة السامية لأي نقد يوجه للإسرائيليين. هذا يعتبر هجوم على حرية التعبير عندما ننظر إلى ما وصلنا إليه اليوم. هذه السردية بالتأكيد تحولت مجددا بسبب الذي تحدثوا عنه من سنوات البناء والتثقيف، وننظر كذلك إلى كون هذه الأوضاع التي تجري الشنيعة في غزة التي يشاهدها ويتابعها الناس بأوم أعينهم. يسيطرون على الخوارزميات في شبكات التواصل الاجتماعي، لكنهم لم يتمكنوا على الرغم من ذلك من محو وإزالة الصور للأشخاص، للقمع، للقتل للأطفال، والاستماع للقادة هنا والذين يحاولون بشكل متواصل تبرير هذه الأمور التي كانت تجري. وبالتالي هذه المسألة تجعلنا نتساءل حول ما تم تقديمه لنا من معلومات طوال هذه السنوات الطويلة، وننظر إلى هذه الحركات الطلابية والتي لا تقبل أي رقابة عليهم. ما أعنيه بذلك هو أنهم كانوا يتحدثون عن عدم تقديم الدعم عندما يتعلق الأمر بالمقاومة وسرديات المقاومة. هم الطلبة يودون دعم هذه الجهود لأن الفلسطينيين لديهم حق في مقاومة الاحتلال. وهنا نشهد تحولا في هذه السرديات. المقاومة ليست إرهابا، وأن ما تقوم به إسرائيل هو الدفاع عن النفس. هذه السردية لابد أن تتغير وتتحول، ولا بد أن نتسم بالجرأة بأن نقول ونعلن بأن الفلسطينيين لديهم حق في المقاومة وحق في الدفاع عن النفس. وعندما يتعلق الأمر بالانتخابات، الطلبة شكلوا جزءا وصوتا مهما في الانتخابات. لا نعرف حتى الآن الإحصائيات الأخيرة والنهائية بشأن الفئات العمرية، على الرغم من أن الطلبة يعبرون عن أصواتهم وكذلك يعبرون عن آرائهم. مقارنة بالجيل السابق كثيرون صوتوا وتحدثوا، لكن لابد أن ننتظر لنرى التفاصيل بالتأكيد. واضح هويدا، لعل الأرقام ليست يعني موجودة بالإحصائيات بشكل كبير، سنتابع حتما هذا الموضوع. دعيني أتحول الآن إلى الدكتور ضرغام سيف. يعني إلى أي حد دكتور ضرغام هناك ربما ترابط بين هذا القمع الأكاديمي الذي يتعرض له أي صوت يعني داعم للقضية الفلسطينية ومناهض لإسرائيل في الغرب، مع ما يتعرض له الصوت الأكاديمي في الأراضي الفلسطينية؟ تابعنا قصصا لبعض الأساتذة وتحدثوا عن ممارسات ضدهم. إلى أي مدى تجد ترابطا بين الموضوعين؟ بداية يعني نشكركم على الاستضافة وتناول هذا الموضوع يعني المهم جدا. يعني عمليا نحن نعيش فترة مكارثيزم أكاديمي وملاحقة أكاديمية لكل من يعني يغرد خارج السرب الصهيوني في الأكاديمية العالمية تحديدا، وفي أمريكا وفي الولايات المتحدة طبعا، وكمان كما يحدث الآن في الجامعات الفلسطينية. يعني ولكن ما حدث منذ 7 أكتوبر نحن نقرأه على أنه يعني نوعا ما كسر لحاجز الصمت. يعني طبعا يعني كل المتحدثين خريجين جامعات أمريكية، وكنا نعلم
مدى هيمنة الصوت الصهيوني على الجامعات في كل مناحي الجامعة، بداية من القبول ومن ثم في الفعاليات ومن ثم في المشاركة. وما حدث الآن يعني صراحة نحن كنا نراه في الجامعات، يعني في الجامعة اللي كنت فيها في جورج تاون كنا نرى هذا التحرك ما يعني تحت الرماد من قبل الطلاب، لكن دائما كان يعني مدفون نوعا ما. ما حدث بعد 7 أكتوبر تم كشف هذا الحاجز وكسر هذا الحاجز وخروج الصوت الحقيقي للطلاب في الولايات المتحدة وكذلك في أوروبا. وأنا أعتقد يعني يعني شخص ينظر أو يتابع ما يحدث الآن في الولايات المتحدة، أن ما حدث في الانتخابات الأمريكية يعني مؤخرا يعني قد يكون يعني ليس هو السبب الرئيسي، ولكن أنا متأكد أنه أحد الأسباب التي يعني أسقطت الديمقراطيين من سدة الحكم هو يعني دعمهم ومشاركتهم في حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة. يعني أنا أتخيل أن يعني ما يحدث الآن في كافة الجامعات هو سيأتي يعني بثماره ليس فقط في هذه الفترة الآنية، وإنما أيضا مستقبلا. يعني عندما يعني نتابع ما يحدث في الجامعات الأمريكية، ونحن نتحدث عن يعني الجامعات وبالذات الجامعات المرموقة في أمريكا وغيرها طبعا، يعني هؤلاء الطلاب هم القادة المستقبليين للسياسة الأمريكية، ونحن نعول على ذلك أنه في المستقبل سوف يعني يحد من هيمنة اللوبي الصهيوني على السياسة الأمريكية واتخاذ القرارات وتغيير منحى السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط وتجاه قضية فلسطين بالذات. يعني ما حدث من قبل الولايات المتحدة في هذا الحرب يعني هو يعني كنا نعلم الدعم الغير محدود للولايات المتحدة لإسرائيل، ولكن أن تكون شريكة في جريمة إبادة جماعية من خلال الشراكة في اتخاذ القرار والشراكة في الإمدادات العسكرية والشراكة العملية في حرب الإبادة، هذا عمليا كان يعني أكثر ما يقدر يتحمله أي المجتمع الأمريكي. وهذا أيضا ما يعني ممكن تفسيره من قضية هذه يعني الهبة الجماهيرية الكبيرة، بالرغم من التضييقات وبالرغم من الخطر على يعني أماكن توظيفهم وعملهم في المستقبل وبالرغم من ضغوطات من الجامعة، ولكن يعني استمروا في هذا النضال. وإذا تسمحي لي يعني إذا بدي أعود على سؤالك للزميلتين بقضية يعني لماذا تم الفتور نوعا ما مؤخرا في قضية الحراك الطلاب. أنا أتخيل أن هذا الفتور هو عمليا نوعا ما طبيعي لعدة أسباب. أولا يعني لم يتوقع أحد أن تكون الإبادة الجماعية على غزة مستمرة يوميا أكثر من عام. يعني هذا الأمر يعني أمر يعني غير متوقع، ويعني لم يعني نتخيله في أسوأ كوابيسنا. النقطة الأخرى يعني كما ذكرت الأخت هويدا أن يعني طرق النضال والاحتجاج تأخذ أشكال مختلفة. يعني عندما نقول أن الطلاب اليوم في الولايات المتحدة قاموا بالتأثير، يعني إذا كان الطلاب أو ذويهم في يعني تغيير أو مسار العملية الديمقراطية في أمريكا، وبالتالي خسارة الديمقراطيين للانتخابات عمليا أحد طرق الاحتجاج، هكذا أرى الوضع. دكتور درغام، يعني احنا في فيلم الليلة الذي تابعناه وتابعته معنا أشرنا إلى جانب من هذا القمع الأكاديمي الإسرائيلي للأساتذة الأجانب الذين فضلوا برغبة منهم في دعم العملية التعليمية والجامعات الفلسطينية، لكن هل من أشكال أخرى ربما لقمع أكاديمي تتعرضون له تود أن تشير إليها والتعريف المشاهد الكريم عليها؟ يعني هناك جانبين من قضية القمع الأكاديمي. في هناك عمليا يعني القمع الأكاديمي للفلسطينيين أو من يريد أن يكون في الأكاديمية الفلسطينية في الأراضي المحتلة وفي الضفة الغربية. طبعا قطاع غزة الآن ما في جامعات، يعني تم تهديم كافة الجامعات في قطاع غزة. وهناك أيضا القمع الأكاديمي المتخذ ضد الأكاديميين والطلاب الأكاديميين في داخل إسرائيل. كما تعلمون يعني هناك 20% من السكان الموجودين داخل دولة إسرائيل هم فلسطينيين ويقومون يعني بالتعلم في الجامعات الإسرائيلية. وهناك حملة رهيبة من يعني الملاحقة والقمع والتهديدات والطرد والملاحقات. نحن يعني رصدنا أكثر من عشرات من الحالات من ملاحقة الطلاب الفلسطينيين بحكم يعني تعاطفهم ويعني موقفهم الداعم للشعب الفلسطيني في نضاله وفي مقاومته للاحتلال في قطاع غزة. يعني هذه الملاحقة كانت يعني تبدأ من لجان تأديبية وتنتهي يعني إلى حالات معينة إلى الفصل.
الدائم من الجامعات، وأيضا طبعا ملاحقة الأكاديميين العرب الذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية كما حدث مع البروفيسور كابوركيان. نحن نتحدث يعني عن حالة، تحدثتم يعني سابقا عن قضية الرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية هي موجودة لدى الأكاديميين على مدار السنوات، يعني نحن نعلم ولعل ذلك أن الهيمنة الصهيونية نعم، ولعل ذلك ربما الأخطر عندما يمارس الأستاذ رقابة ذاتية أو الصحفي أو أيا كان رقابة ذاتية على المحتوى الذي يقدمه. يعني الأصل في الأكاديمية هو عمليا الحرية في الكتابة صحيح. والحرية في التفكير والحرية في النشر، وعندما يكون لدى الكاتب، ونحن يعني نعلم هذا الأمر عن يعني من زملاء وأصدقاء ومتابعين هذا الموضوع، عندما يقوم المحاضر يعني بنشر أي مقال يعني دائما يتخوى أو يتوخى الحذر، لأنه عمليا دائما ينظر إلى مستقبله وتقدمه في الجامعة وإلى آخره، وهذا عمليا هذا خطير. وأيضا يعني هذا موجود أيضا في الجامعات الإسرائيلية وفي الجامعات الفلسطينية، وموجود أيضا في الجامعات الغربية وأمريكا. يعني موضوع الأكاديمية يعني الجوهر تاعها هو الحرية، وإذا حدينا أو يعني، لكن يبدو أنها حرية بمقاسات معينة دكتور ضرغام، ولن يختلف على ذلك أحد بعد الذي تابعناه من قمع في الجامعات الأمريكية تحديدا. أشرت إلى موضوع غزة، ولا يمكن أن لا نتحدث عما تعرضت له العملية التعليمية، يعني بالنظر لما تعرضت له غزة كاملة، لكننا لن نغفل ما تعرضت له المؤسسات التعليمية من تدمير كامل للبنية التحتية، ناهيك عن قتل أكثر من 100 أكاديمي وعالم في غزة خلال العام الماضي. سؤالنا باعتقادك، ما الأهداف بعيدة المدى لإبادة واستهداف الكوادر العلمية التي لا يمكن تعويض يعني هذا العلم الذي قدمته على امتداد سنوات عديدة وقدمت سنوات من عمرها لتحصيله؟ طبعا تجربة غزة هي تجربة جدا مهمة. نحن نتحدث عن مجموعة من السكان الفلسطينيين المحصورين في مدينة ضيقة مكتظة سكانيا، ونحن نتحدث عن أكثر من 220 ألف أكاديمي في غزة. نحن نتحدث عن تقريبا يعني 11 كلية وسبع جامعات وخريجين ومحاضرين وناشرين، ويعني في العطاء الأكاديمي يعني يعتبرون من في المقدمة. إسرائيل وليس طبعا ليس جديد، يعني دائما إسرائيل تتبع وتلاحق وتقتل يعني العلماء الفلسطينيين إذا كان في الداخل وإذا كان في الخارج. ما حدث في غزة هو عمليا يعني عندما قرروا، وهذا قرار طبعا نحن على ثقة أن هذا قرار يعني سابق ومخطط له، بتدمير كافة يعني المناحي العلمية في غزة، إذا كان جامعات وإذا كان مدارس، يعني ليس فقط الجامعات دمرت في غزة، وإنما كافة المدارس أو غالبية المدارس تم تدميرها في قطاع غزة عن بكرة أبيها، بمعنى عمليا لا يريدون أي أن تقوم أي قائمة لأي فلسطيني يعني ذو علم وذو يعني رفعة في هذا الشأن. وهذا عمليا يعني جزء من المنهج الإسرائيلي على مدار السنوات، إذا يعني من سنوات السبعينات يقومون بملاحقة كافة العلماء الفلسطينيين. نعم. الهدف الإسرائيلي هو طمس الأكاديمية الفلسطينية، والهدف الإسرائيلي هو تجهيل الشعب الفلسطيني، وهذا ما يحصل الآن في قطاع غزة أيضا، وللأسف هذا ما سيحصل مستقبلا إذا استمرت إسرائيل في هذه السياسة أيضا في الضفة الغربية وفي أماكن أخرى من فلسطين التاريخية. أعود إليك بروفيسور ماك أليستر. أشار الدكتور ضرغام إلى نقطة مهمة متعلقة بالسياسة الخارجية الأمريكية، وقال بأنه ليس لديه أدنى شك بأن الحراك الطلابي كان له كبير الأثر، إن لم يكن أثر واحد على الأقل، فيما يخص نتائج الانتخابات الأمريكية. إلى أي مدى باعتقادك وأنت المتابعة للشأن الأمريكي من الداخل الأمريكي كان بالفعل للحراك الطلابي والاحتجاجات في الجامعات الأمريكية ربما نصيب ودور في الخصم من حسابات الديمقراطيين السياسية مما انعكس على نتائج الانتخابات مؤخرا؟ نعم، في بادئ الأمر دعوني أقول شيئا بشأن الجانب التعليمي في غزة. عندما
تلتقي الجهات المختلفة فإنها تحاول أن تنظر إلى الوضع الموجود في غزة مع عدد من مؤرخين في الولايات المتحدة. هم يؤكدون على كل ما حدث في الضفة الغربية وفي غزة، تدمير المدارس والبنى التحتية وموت الأكاديميين وقتلهم. غزة في السنة الماضية كانت أخطر مكان بالنسبة للأطفال، بالنسبة للأكاديميين، بالنسبة للناس بصفة عامة. وأريد أن أؤكد أن هذه من الأمور التي ندركها وبشكل جلي نحن الأكاديميين في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يخص تأثير الحراك الطلابي على الانتخابات، هنا أقول إن المسألة كانت تتعلق بجهود التوعية التي أثرت على المحصلة والنتائج، ربما أثرت على ميشيغان. ولقد شاهدنا الكثير من الأشخاص الذين كانوا منزعجين حيال الوضع في غزة، لكن لم تكن هذه القضية الأولية. وليس الكثير من الأشخاص ربما يقولون إنهم كانوا غاضبين حيال الديمقراطيين وبالتالي سيصوتون لصالحهم أو ضدهم، ويصوتون ضد أو لصالح ترامب. هذه المسألة هي مهمة. أنا أعرف أن الكثير من الأمريكيين في حياتهم الاعتيادية منزعجون من مسألة أن الولايات المتحدة تمول هذا المستوى من الدمار ومن الإبادة. لا يحبون أن يروا أن هذا التمويل وهذه الأسلحة التي تمولها الولايات المتحدة يتم توجيهها لتدمير البنى التحتية والمباني والأمهات والأطفال وما شابه. نجد ذلك وبشكل متكرر. كما نعلم نحن نرى ذلك بسبب الصحفيين الفلسطينيين الذين خاطروا بحياتهم في كل يوم لتقديم التقارير في الوقت الذي لم يكن هناك تقارير أجنبية وصحفيين أجانب. ومجددا غزة كذلك تعتبر أخطر الأماكن كذلك بالنسبة للصحفيين. لكن لابد أن أثمن، نحن كأمريكيين نعرف الكثير بشأن أموالنا وأين تذهب هذه الأموال، ولقد حان الوقت أن نوقف تمويلنا لهذه الحرب. إن كان لنا ربما أن نلقي نظرة مستقبلية لما هو قادم فيما يخص هذا الحراك الطلابي، كيف ترين مستقبله في ظل إدارة ترامب وهو قد يعني صرح بمواقف قوية فيما يخص هذا الموضوع؟ نعم، أعتقد أننا سنشهد، وكما قال ضيفكم لدينا هذا العمل الذي يقوم به الطلبة، هذا الحراك، ونحن لازلنا نشهد حربا شنيعة، وسنشهد في الربيع المزيد والمزيد من الحراك الطلابي. ليس بإمكاننا نعتمد فقط على حراك الطلاب لأنه يمر بدوائر وحركات متعددة، وبالتالي لابد ننظر ونتخذ كذلك قرارات ومواقف باتجاه المآل الذي يتم تحريك أموالنا باتجاهه. وبالتالي الانتخابات قد انتهت ولابد أن نوقف تمويل هذه الإبادة، والمسألة تتخطى الجهود الذي يبذلها الطلبة. الجميع لابد أن يتخذ مواقف بشأن هذا الأمر، وأعتقد أننا سنشهد هذا النوع من الحراك كذلك. يعني أنت متفائلة بخصوص هذا النوع من الحراك، رغم أن يعني أصدقك القول مرة أخرى أننا في المنطقة كثر يرون بأنه عندما يتعلق الأمر بالمصالح الإسرائيلية يعني الأمر سيان بين جمهوريين أو ديمقراطيين. بالتأكيد أفهم هذا الأمر، أخذا بنظر الاعتبار السنتين الماضيتين وما حدث من قبل إدارة ديمقراطية. أعتقد ما سيحدث فارقا وما أحدث فارقا في الانتخابات الماضية هو هذه التعبئة للأشخاص الاعتياديين. لقد شهدنا ذلك بطريقة غير مسبوقة، الكثير من الأشخاص منزعجون وبشكل عميق حيال ما حدث.
أعتقد كذلك أن المسألة لا تتعلق بمن هو في البيت الأبيض الآن، وإنما من هو موجود في الكونغرس. لابد من الضغط على الكونغرس من أجل التصويت ووقف تصدير هذه الأسلحة لإسرائيل. هذا المسار سيكون طويلا جدا. هذه الانتخابات فعلا أثنتنا كثيرا. نعم أنا متفائلة، لكن ليس بإمكاني أن أقول متفائلة، لكن ليس بإمكاننا أن نتخلى ونتوقف عن هذا الموضوع. هويدا، أعود إليك الآن. يعني لديك احتكاك مباشر بالعديد من الطلبة من مختلف المشارب والمذاهب. من غير العرب كان هناك يعني تضامن كبير أيضا في هذه الاحتجاجات، وشاهدناها حتى من طلبة اليهود. ما أهمية هذا التضامن إن صح التعبير، وإلى أين يمكن أن يقود فيما يخص ربما آليات واستراتيجيات كما أشارت البروفيسورة ماك أليستر ربما لتغيير الأمور ووقف هذه الحرب؟ أعتقد أن التضامن الدولي هو مهم للغاية. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو يعزز جهود الأشخاص، لأنهم يتابعون ما يجري في مناطق مختلفة من العالم، ويتم إحداث روابط فيما بين الأشخاص، وهذا يؤدي إلى التحرك على المستوى الدولي. إذا ما تابعنا ما يحدث داخليا هنا، لقد تحدثنا كثيرا عن القمع وكذلك تبعات ما جرى بالنسبة للطلبة وهيئة التدريس التي كانت تتحدث دفاعا عن الفلسطينيين، ولأن هناك الكثير من الأشخاص الذين رفعوا أصواتهم، ولأنه تم إحداث هذا التشبيك وهذه الروابط. عندما يتم استهداف أي شخص نقوم بالتعبئة من أجل دعم ذلك الشخص. عندما يخسر شخص وظيفته يكون هناك شخص يحاول أن يقدم له فرصة عمل. لقد شهدنا هذا الأمر، ونحن هنا وفي مناطق مختلفة من العالم لابد أن ندعم الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم حتى لا نصل إلى مرحلة التي نراها حاليا، الرقابة الذاتية، ويتمكن الناس عن يعبروا عن آرائهم. عندما تم الهجوم والقول إنني مناهضة للسامية، هناك الكثير من المنظمات والجهات التي قدمت الدعم لي. طبعا عمليات الهجوم هذه، عمليات التشهير والقول والوصم بأنني معادية للسامية، هي تعتبر من الأدوات التي تستخدم من أجل إسكات الناس. وكلما طال أمد هذا الأمر، كلما أصبحت عمليات الهجوم هذه المفبركة، الناس سينظرون إلى هذه العمليات ولن تعني أي شيء بالنسبة لهم. التضامن هو مسألة مهمة، وفي العشر سنوات الماضية في الولايات المتحدة لدينا منظمة تكرس جهودها من أجل الدفاع عن الأشخاص الذين تم اضطهادهم لأنهم يدافعوا عن الفلسطينيين. هذه تسمى Palestine Legal، وهي تحاول أن تلحق وتحاول عفوا أن تحدث روابط مع جهات مختلفة من محامين مثلي من أجل الدفاع عن الناس. أنا كنت مع عدد من الطلبة في جامعة ميشيغان، مئات المحامين بالولايات المتحدة الأمريكية هم يعملون مع Palestine Legal ومع جهات أخرى لتقديم خدماتهم كمحامين وبطريقة مجانية من أجل الدفاع عن هؤلاء الطلبة المستهدفين. ونحن بجامعة ماريلاند هناك عدد من الطلبة الذين تم الدفاع عنهم، وكذلك هناك طلبة بجامعة تكساس الذين لاحقوا جامعتهم لأنها انتهكت حقهم في حرية التعبير. هناك الكثير من الجهود التي نحتاج أن نقوم بها تحت إدارة ترامب. نتوقع أن يكون هناك المزيد من القمع، لكن هذا يعني أن نحتاج المزيد من مستوى التشبيك والتضامن، ونواصل العمل على هذا المنوال. هويدا، أشرت إلى نقطة مهمة جدا وهي حملة التضامن
تضامن مع هؤلاء الطلبة الذين طالهم ما طالهم من قمع واتهامات. نود أن نسأل عن الجانب الآخر. صحيح أنه اللوبي الإسرائيلي متوغل في دواليب الحكم، لديه الإعلام بآلته الإعلامية الضخمة، لكن ماذا عن الطرف الآخر؟ أنتم ما الذي تملكونه؟ ماذا عن الأصوات العربية، الأصوات المناهضة لإسرائيل داخل أمريكا؟ هل تعادل الكفة؟ وما الذي يمنع إن لم تكن كذلك؟ لسوء الحظ وسائل الإعلام هنا هي تدار من قبل جهات وأشخاص موالية لإسرائيل، على الرغم من أن بعض الصحفيين يحاولون أن يقوموا ببعض الإنجازات وبعض الأشخاص الذين استقالوا من مواقعهم، لكن ما حدث في السنوات القليلة الماضية خصوصا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، هناك اعتمادية أقل على وسائل الإعلام الرئيسية، وعندما لا يتم تقديم تقارير دقيقة فإن الجهات المختلفة، الناس يقومون باتهامهم على أنهم يتسمون بالنفاق، وعندما لا تقدم التقارير بشكل دقيق هنا يتم الكشف عن ذلك، ونأمل أن يدفعهم هذا الأمر بأن يبلوا بلاء حسنا. نعلم أن هذه المسألة هي مسألة تثقيفية ترفع الوعي بجراء هذه الرقابة التي تجري في وسائل الإعلام. الناس شهدوا حالات من القمع على مستوى الجامعة، الكثير من الطلبة تعرضوا لهذه الرقابة وتعرضوا كذلك للقمع. تأتي هذه الأمور بسبب ضغط اللوبي الإسرائيلي على الكونغرس وعلى الرئيس الأمريكي. كل هذه الأمور تم كشفها، ليس بإمكاننا أن نخفي هذه الأمور. في نهاية المطاف هذه المسائل ستدفع بالأمريكيين ليتساءلوا لماذا يتم قمع حرياتهم المدنية لصالح دولة أجنبية أو كيان أجنبي. كل هذا القمع سيكون أو يلقي بظلاله على هذه الجهات. وهنا أريد أن أنهي بالرد على سؤالك في شأن الأصوات العربية. نحن شعرنا بتواضع كبير جدا حيال الأصوات التي جاءت من غزة ومن فلسطين. نحن نرى أن كل الأشياء المحيطة بالفلسطينيين تم تدميرها ويصرون على البقاء على قيد الحياة. هذا درس بالنسبة لنا. والفلسطينيون والعرب في الولايات المتحدة يسلطون الضوء على هذه الأصوات، ولدينا الكثير من الحلفاء الذين يعملون على نفس الشيء من خلال وسائل الإعلام الأساسية بالولايات المتحدة الأمريكية. دكتور درغام ضيفنا الكريم من الناصرة، يعني نود أن نعرف يعني ما حدود تحرككم أنتم ربما لإطلاع الجهات والمنظمات الدولية على ما تتعرضون له في المنظومة الجامعية إن صح التعبير في الأراضي الفلسطينية. يعني بداية خليني بس أنا أتطرق للسؤال السابق، يعني في يعني موضوع الهيمنة الموجودة في الجامعات العالمية من قبل المجموعات الصهيونية هو كان واضح، ولكن أنا يعني أرى أن ما حدث يعني في 7 أكتوبر وما حدث بعده من حراك طلابي في كافة الجامعات في العالم هو تغيير نوعي، وليس تغيير مؤقت، وليس يعني تغيير زمني، تغيير عمليا يعني لزمن مؤقت، وإنما تغيير يعني قد يؤدي بالتالي إلى تغيير السياسات والتأثير على الأنظمة في كل دولة ودولة من قبل هؤلاء الطلاب الذين عمليا سوف يعني يكونوا في دفة القيادة في مرحلة معينة. واضح أن عمليا دعم فلسطين مكلف، ولكن بالرغم من كونه مكلف الآن أصبح أيضا يعني الأوروبي والأمريكي يتحمل هذه التكلفة، من لأن قضية فلسطين قضية عادلة الآن، بخصوص الحراك الذي نقوم به كأكاديميين فلسطينيين. يعني نحن يعني نقوم بتوثيق كل ما يتعلق في يعني القمع الأكاديمي الفلسطيني إذا كان في الداخل وإذا كان في الضفة الغربية، ومن ثم نقلها إلى المحافل الدولية كما كان لنا مثلا شراكة في مؤتمر كان في جنيف في هذا السياق، ويعني محافل دولية أخرى من أجل طرح هذه القضية. يعني نحن نتحدث عن منظومة يعني كبيرة وقوية جدا على مدار سنوات من قبل
يعني دولة إسرائيل مدعومة باللوبيات الصهيونية في كل مكان ومكان من أجل يعني قمع الخطاب الفلسطيني، ومن خلال طبعا الأكاديمية في كل يعني جامعات العالم. ونحن نقوم عمليا بمحاولات لدحض هذا القمع ويعني إظهار صوتنا وإسماعه في كافة المجالات. يعني لديكم اتصالات مع أطراف خارجية ربما لإيصال هذا الموضوع، صحيح؟ صحيح صحيح جدا. إذا كان عمليا بالحد الآن مثلا اتصالات اللي قمنا بها كانت في أوروبا من خلال مؤتمرات قمنا فيها في سويسرا في هذا السياق، لكن عمليا نحن نتحدث عن يعني سيرورة مستمرة ويجب أن تستمر إلى فترات طويلة. أنا تحدثت عن قضية كثر يعني حجز الخوف، وهذا مهم جدا. 7 أكتوبر لم يكسر فقط حجز الخوف العسكري، وإنما كثر حاجز الخوف الأكاديمي، وهذا جدا مهم. يعني نحن نرى الآن تكاتف وتشبيك مع العديد من الجمعيات والجامعات الأوروبية في هذا السياق، ومن قبل يعني حركات طلابية في أوروبا في يعني دعم القضية الفلسطينية وإسماع الصوت الآخر الذي عمليا كان يعني على مدارات أو سنوات طويلة مكبوت ومن قبل يعني اللوبيات الصهيونية. أشكر جزيل الشكر. طبعا أحرار العالم يتضامنون مع الحق ولو كانت الكلفة كما ظهرت أو كما ذكرت باهظة. أشكر جزيل الشكر دكتور ضرغام سيف المحاضر والباحث في القانون الدولي في جامعة القدس، كنت معنا من الناصرة. كما أشكر جزيل الشكر ميلاني ماك أليستر رئيسة قسم الدراسات الأمريكية في جامعة جورج واشنطن، وأشكر جزيل الشكر هويدا عراف المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان. ختام حلقتنا هذه من برنامج القصة بقية، نعود ونلقاكم بإذن الله مع بقية لقصة جديدة الاثنين القادم بإذن الله. السلام عليكم.